نروح لموضوع آخر ودراسة أخرى. في دراسات بيئية بتقول أن تغير المناخ والاحترار العالمي بيشكل تهديد كبير على التنوع البيئي خصوصا الحيوانات. في دراسة كمان جديدة بتقول أن وحيد القرن ربما لن يكون له وجود في المتنازعات الوطنية الإفريقية خلال 60 سنة إذا تحقق السيناريو الأسوأ للتغير المناخ. طيب عشان نعرف تفاصيل أكتر ونفهم عن الاحترار العالمي اللي بيهدد باختفاء وانقراض عدد من الحيوانات، معانا دكتورة نهى سمير أستاذ الهندسة البيئية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور. يا أهلا بحضرتك. هل بالفعل ممكن تختفي تنقرض بعض الكائنات الحية بسبب الاحترار العالمي؟ طبعا، يعني هو في تأثيرات كتير على التنوع البيولوجي وعلى الحيوانات اللي موجودة نتيجة سيناريوهات تغير المناخ المتوقعة الفترة القادمة خلال 60 سنة وخلال 100 سنة. وحيد القرن مشكلته خاصة ان هو لا يتعرق، يعني ما فيش عرق منه، محتاج ان هو يبقى فيه بركة مياه يقدر ان هو يعني يبرد نفسه فيها، ومحتاج برضو اشجار كثيفة يقدر ان هو يقعد تحتها، وبالتالي الحاجتين دول متأثرين جدا بارتفاع درجات الحرارة، يعني شح في ظل شح المياه والموارد المائية اللي موجودة وارتفاع درجات الحرارة والبخر الناتج من البرك والمستنقعات دي، فأكيد في تأثير عليه جدا في أفريقيا. خاصة ان افريقيا فيها وحيد القرن حوالي 90% من الموجود في العالم موجود في افريقيا، في كينيا كمان اكثر الدول الافريقيه اللي فيها حيوان وحيد القرن يعني. وبالتالي طبعا احنا عندنا تاثير جامد جدا على الحيوانات خاصه وحيد القرن. طيب دكتور، واحنا بنتكلم خلال 60 سنه او 100 سنه، بالمناسبه ده يعتبر مش وقت كبير قوي، يعني بالنسبه للدراسات والتوقعات المتعلقه بالبيئه والمناخ وما الى ذلك، عايز اعرف من حضرتك تقريبا يعني توقعات ارتفاع في درجات الحراره خلال ال 60 سنه دي قد ايه، او ايه التوقعات في خلال ال 60 سنه دي المتعلقه بالمناخ؟ هي السيناريو اللي هو المعقول شويه اللي هو فيه درجتين مئويه، زياده 2.4 درجه مئويه. السيناريو السيء جدا هو زياده 4.1 درجه مئويه. في خلال لو زاد 4.1 هينقرض وحيد القرن، هيبقى وجوده صفر، يعني ده تاثير سيء جدا على التنوع البيولوجي وعلى الحيوانات كلها، مش وحيد القرن بس، على الافيال وعلى الحيوانات الاخرى. السيناريو اللي هو المعقول اللي ممكن احنا نتعامل معاه او نعمل معاه تكيف اللي هو 2 درجه مئويه او 2.4 درجه مئويه. فده اللي احنا بنحاول ان احنا نوصل بخفض الانبعاثات الكربونيه، بتقليلها، بتقليل باستخدام الطاقه الجديده، باستخدام الموارد المتجدده، بحيث ان احنا نقلل الارتفاع، يوصل في حدود، بنوصل في حدود الاثنين وما نزيدش خالص لغايه 4 درجه مئويه. طيب دكتوره، ايه حقيقه انه ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي هيرتفع من 410 جزء في المليون الى 650 جزء في المليون بحلول عام 2100، ده معناه ايه وايه خطورته يا فندم؟ ده السيناريو بتاع ارتفاع 2.4 درجه مئويه. ما احنا يعني ده ايه اللي بيزود ارتفاع درجات الحراره؟ هو ارتفاع انبعاثات ثاني اكسيد الكربون نتيجه استخدام الوقود الاحفوري والنشاط الانساني الصناعي اللي موجود. وبالتالي طبعا في مؤتمر المناخ كوب 27 ابتدينا، وفي كوب 28 ان احنا ناخد اتفاقيات وبروتوكولات على الدول المتقدمه انها اولا تعوض الخسائر اللي موجوده خاصه في افريقيا اكثر القارات المتاثره بارتفاع درجات الحراره وبالتغير المناخي، رغم ان هم متاثرين ومش مؤثرين، يعني التاثير بس كله بس ده يا فندم هياثر على الكوكب كله بقى، يعني المساله مش مساله وحيد القرن او الفيله او حتى الحيوانات التي لا تتعرق، لا ده هياثر على الكوكب كله. بالظبط، في كل النواحي، والنواحي الزراعيه والنواحي الموارد المائيه والانسان وصحته، يعني بيأثر على كله. بس احنا يمكن اللي هم الهشين، يعني الفئه الهشه هي الحيوانات للاسف الشديد. التنوع البيولوجي هو اكثر الفئات المتاثره بالتغير المناخي. يعني دكتور، طيب ده هيخليني ياخدنا لفكره التوازن او البيئه او التنوع البيولوجي بشكل اكبر. ممكن حد دلوقتي هو بيسمعنا يقول يعني ايه اهميه ان حتى لو وحيد القرن انقرض، حتى لو عدده قليل جدا، يفرق في ايه او يؤثر ازاي على فكره التنوع البيولوجي والتوازن البيئي؟ طبعا، هو ربنا سبحانه وتعالى خالق البيئه في توازن بيئي طبيعي بنسبه محدده من الحيوانات ومن الكائنات الحيه ومن النباتات. اي خلل في النظام البيئي ربنا خلقه عليه ده هيسبب كارثه كبيره، يعني هو لو اكتفى في حيوانات معتمده عليه، هو معتمد على حيوانات اخرى، في حيوانات معتمده عليه، وبالتالي هياثر على كل المنظومه البيئيه اللي موجوده، التوازن البيئي الطبيعي الموجود في العالم. طيب زياده معدلات انبعاث الميثان ازاي ممكن نحد من ده؟
هو استخدام الطاقه الجديده اللي هي الموارد الجديده، زي ما احنا بنعمل الحمد لله في مصر ابتدينا نتعاقد على الهيدروجين الاخضر، على محطات تحليه المياه، على استخدام الطاقه الشمسيه، على استخدام كل الطاقات، طاقات الرياح، الطاقات الجديده، والتقليل نوصل حتى في كوب 28 هم اتفقوا كل الدول حتى اللي هي منتجين للبترول انهم يقللوا بنسبه 50% استهلاك الوقود الاحفوري. هو ده اكبر اسباب الانبعاثات اللي موجوده من الغازات الدفيئه يعني. فهي دي ده اللي احنا المفروض نعمله، وان احنا نفعل كل الاتفاقيات اللي موجوده داخل المؤتمرات المناخ اللي اتعملت. دكتور، بالنسبه للمسارات او الاليات وضع معايير للتنبؤ بالاحداث المناخيه القادمه طبعا كرد فعل للسلوك البشري، على اي اساس بيتم وضع هذه التنبؤات؟ وكمان هذه الدراسات على اي اساس بتقوم يعني؟ في بنعمل نماذج خاصه بالمناخ بنسميها احنا جلوبال كلايمت موديل، بيطلعها جهه اللي هي المسؤوله عن التغير المناخي، المنظمه العالميه للتغير المناخي هي IPCC، بتطلع موديل بتشوف بتنبؤ ايه اللي بيحصل في منسوب سطح البحر نتيجه ارتفاع درجات الحراره، ايه اللي بيحصل في الحيوانات المختلفه، بيعملوا دراسات احصائيه خلال فتره ايه اللي حصل في عدد الحيوانات اللي موجوده، قد ايه انقرضت، قد ايه، وبيتوقع بقى في السيناريو الأسوأ اكثر بتنبؤات باستخدام النماذج الرياضيه دي التنبؤات المستقبليه خلال مثلا 60 سنه، خلال 100 سنه، لغايه 2100 ايه اللي هيحصل في العالم. بس بجانب التنبؤات يا دكتور كمان بيتم الاخذ في الاعتبار طريقه التعامل او التعايش او حلول طبعا في التكيف الادابتيشن وميتيجيشن وفي التخفيف من هذه الاثار طبعا بيتاخد. لو انا عملت مثلا بيحاولوا دلوقتي في المنتجات الافقيه، بس المشكله كلها العائق هو التمويل، محتاجين دلوقتي بيزرعوا اشجار كثيفه جدا، بيحاولوا يشوفوا ممرات امنه للحيوانات تقعد تحتيها، زياده الموارد المائيه والبرك والموجوده والمياه عشان يقدروا ان هم يبردوا نفسهم فيها، كل ده محتاج طبعا تمويل في المنتجات الافريقيه. وعشان كده احنا مصر ابتدت في كوب 27 بصندوق الخسائر الأضرار عشان كل الدول المتقدمه تمول هذا الصندوق، تعوض الدول الناميه زي خصوصا في افريقيا بالاضرار اللي حصلت لهم، فيبقى يكون في تمويل موجود للاجراءات الخاصه بالتكيف وبالتخفيف من هذه الاثار. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره نهى سمير استاذه الهندسه البيئيه، شكرا لحضرتك يا فندم.